يا سلام. طيب جينا دلوقتي بقى للمتاهة بتاعتنا ومعانا المراوح بتاعتنا. النهاردة هنهوي بالمراوح بقى وهنشوف مين فيكو اللي هيوصل الكورة الأول الناحية التانية. جاهزين؟ جاهزين. اتفضل مروحة حضرتك، اتفضلي مروحة حضرتك، ونحط الكور تحت ونقول ريدي. أنا هرجع لورا، ستادي، هرجع لورا لما أثبت الكورة. أوكي أند جو. بنهوي؟ لا، ايه ده، ايه ده، انت بتهوي رقيق قوي 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 يا ريتا، مش ممكن. بتطلعيها تاني؟ يا نهار ابيض، ينفع كده يا جماعه؟ طب يرضيكوا كده؟ طب ينفع كده؟ طب روحي من الناحيه التانيه يا ريتال. والله برافو، ماشي. ريتال دخلتها في البلوك التالته، حلوه قوي 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 الكلام ده. وكمان فهد دخلها في البلوك التالته. دلوقتي احنا في نفس المرحله. مين من غير لما تلمسي الكوره بالهوا بس. فهد شكله يا جماعة، شكله يا جماعة كده هيخرجها، شكله كده هيخرج. خرجت يا جماعة، خرجت خرجت. فهد متألق يا جماعة النهاردة، مش ممكن، وبيبعت بوسة. وإيه، تعالوا نخش نشوف بقى إيه إخواتهم هيعملوا إيه في اللعبة اللي جاية على نفس الترابيزة. نيجي بقى للعبة التانية ونشوف بقى الفريق ده هيكمل كده على نفس الوضع ولا هنعمل إيه. بس كل واحد عارف هيعمل إيه طبعًا، صح؟ يلا نبتدي على طول بالاستاذه دهب، بما ان انكم الفريق اللي كسب في اللعبه اللي فاتت، وهنشوف بقى هتكملي زي فهد ولا لا. اتفضلي، يلا كملي او اعملي. ما وقفتش، اتفضل. ولدي وقفت، يلا. الله، طب اسرع بقى يا سيدي. انا الكره هتيجي مره الناحيه دي، يلا. ياسين شكله واثق من نفسه قوي. واثق من نفسك ياسين؟ انت بتلعب اللعبه دي دايما ولا ايه؟ أكيد. ده إيه الثقة دي؟ وأنتِ بتلعبي اللعبة دي؟ طب معلش جربي، يمكن تيجي. أه، أنت بتتدرب بقى، ضرب من ورانا. أه، إيه ياسين ده؟ ده إيه الثقة دي؟ ياسين ده أنا ما بعرفش أقفها دايماً. يلا يلا، برافو دودو. أه، برافو يا دهب، جت مرة الناحية دي، ماشي. ياسين، أوكي، يلا يا دهب، جبتيها مرة. جبتيها مرة، يمكن تيجي تاني، ماشي. سين لو جبت مرة واحدة هنبقى كسبني. يلا يا دهب، يلا يا دهب. اه، روحي هاتيها بسرعة وارجعي بسرعة. يلا ارجعي، حطيها، العبي العبي دور. اه ماشي. يس، ياسين كسب كده، حد عوض وخد طار اخته يا جماعة. يلا نشوف اللعبة اللي بعدها هنعمل ايه. برافو. جينا بقى للعبة التالتة ونشوف بقى فهد ولا ياسين اللي دخلوا أكبر عدد كور من أكبر عدد كوبايات ممكن. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي أند جو. ماشي، لا كملوا بقى، نشوف بقى مين هيدخل إيه. الله، فهد دخل كورة في كوباية. ماشي، هتيجي هتيجي يا سينو، هتيجي يا سينو، ركز يا سينو. فهد هيدخل كور تانية ولا لأ؟ هنشوف. بنت لذينة. اه، بنت لذينة. يلا يلا. اه اه اه، كانت هتخش يا سينا. ماشي، كانت هتخش يا فهد. ماشي، قربت الكور تخلص. اه، الحمد لله دخلنا هنا كورة، بقينا متعادلين. ها، انا تخلصت كده بقى. ايه فاضل لك؟ بس خلصت كده، احنا تعادلنا حقيقه، يعني الولاد اتعادلوا كوبايه وكوبايه، كوره وكوره. ماشي، هنشوف اللعبه اللي بعدها هيحصل فيها ايه. جينا بقى لغايه اخر لعبه معانا النهارده، وطبعا ختامها مسك. البنتين الامارات دول هنشوف مين فيهم اللي هيعرف يشد المناديل من غير لما يوقع ميه، علشان المناديل ما تتقطعش. جاهزين يا بنات؟ جاهزين. يا اختي على البنات، الطف الكائنات. ماشي، يلا ريدي ستادي اند جو. الموضوع ده محتاج تركيز، ثقه ثقه. يا نهار ابيض عليك يا ريتال. ايه يا ريتال التهور ده؟ تهور و و و عارفه هي بتعمل ايه يا جماعه؟ عارفه بتعمل كويس. اه اه اه، ماشي، خليكي زي ما انت. اه يا حرام. شفتي الثقه ازاي ده عملت ايه؟ هل انت بقى التأني ده هيوصلنا ولا هنعمل ايه؟ ما نعرفش هيوصلنا ولا هنعمل ايه. هو عامه في التأني سلامه وفي العجله ندامه. عارفه انت الموضوع ده يا ريتا؟ استعجلت انت في الاخر،
وشكلنا بنستعجل هنا وماشيين بخطة ثابتة. سبحان الله يا رب سبحان الله. خلصت؟ لا ما خلصتيش. هاتي عندك. شاطرة دهب، هي اللي كسبت مع ان ريتان اللي كانت هي اللي سابقة بشكل كبير جدا، بس الثقة الزايدة خلتها تخسر. مش مهم ومش مشكلة، المهم ان احنا اتبسطنا جدا النهاردة، صح؟ في بقى انبساط تاني بكره عشان الجزء التاني بكره، اوعوا تروحوا في حته تانيه بكره في نفس الميعاد، استنونا عشان نكمل الجزء التاني، عندنا لعب ومسابقات وتحديات اكتر. يلا باي باي.